الرئيس سنة من أجل نعم صالح كبزابو بعد ما جاء في مايو بي أست في إطار هنا الحملة هنت الاستفتاء الدستوري كان سوى جلسة هنا خدمه مع المسائل التقليديين والدينيين والمسائل الإداريين ورؤساء هنا الجمعيات المدني والممثلين هنا مختلف الأحزاب السياسية والكوادر هن البروفنس هنا مايو بي أست. كان بعد المعهم آراء في الأهمية هنت للستاة الدستوري البتكون يوم 17 ديسمبر الجاي سالي كابزابو طلب من السكان أن ما يكبي خلي مرغو بكترة في وقت الانتخابات ويفوتي نعم <applause> القوات العسكرية السودانية كان كذبوا الكلام على بقول هم من جريمة في وقت الحرب مع قواتنا دام سري الكلام ده كان هم من كدبو يوم الجمعة القوات العسكرية السودانية بقولوا هم من جيش وطني وقادين يدافعوا للوطن ومحترمين الحقوق الدولية والإنسانية وما ممكن يرتكبوا جرائم في الحرب مثل المتمردين الإرهابيين الكلام ده اكدوه في واحد بلاق الكانغرا نبيل عبد الله خشم الكلام عن القوات العسكرية السودانية و دا أعلنه بعد ما سمو البلاغ القرن الأمين الأم هنا الولايات الأمريكية أنتوني بلينكن القال القوات العسكرية هنا السودان و مسري السري كلهم سو إجرام في وقت الله حرب والأمين العام هنا وزارة الصحة العامة والوقاية دابسو يدوسو رأس أميس يوم 8 ديسمبر وحدة حفلة هنا تسليم ميدات لمختلف المراكز الصحية هنا كل المستشفيات الوطنية ومستشفى هنا الأساكر دي جابتها الحكومة الجادية الميدات دي جابتها الحكومة الجادية بقيمة هنا قروش بتساوي 105 مليون هنا فرانك سيفا الكن سلموه لوزارة الصحة العامة والوقاية وده عن طريق الإدارة الأمة هنت الصيدلية والمختبرات وكان طلبه من مختلف المسائل أن المراكز الصحية خليه خدم ويحافظ أديل للمعدات دي في درب الأديل من أجل مصلحة السكان وده طبقا للسياسة الوطنية هنت لا صحة السفير أحمد مكايلا كان قدم يوم الخميس يوم 7 ديسمبر 2023 كان قدم أوراقه لنظيره البابا فرانسوا بصفته كسفير غير عادي في تشات من قبل الفاتيكان في باريس عاصمة فرنسا وفي خمسة سفراء آخرين أيضا لقوا إفادة من اللامقردة في ديسكور هكا كان قدمه للسفراء الجدد البابا فرانسوا هج بالأهمية هند الدبلوماسية المتبادلة من أجل ترقية الآفة والسلام في العالم بسبب المشاكل العسكرية. الرئيس هنا الفترة الانتقالية هنا نجر الجنرال عبد كما اليوم الجمعة أشي زيارة حقا هنا خدمة في توغو اللا جولة الكان قام بيها يوم الجمعة 8 ديسمبر الرئيس الفترة الانتقالية هنا في لومي هنا توغو فرصة للرؤساء الاثنين دول اللي أكدوا السمها التعاون المتبادل في مهاربة هنا كل التهديات ضد الأمن الكان أكده الرئيس هنا توغو وزيارة هنت الخدمات دي سمحت للفرصة للرئيس هنا توغو لأشان يهجي بالترابط القوي هنا في الهوار والتعاون من أجل الترقية الشاملة الإقليمية والتنموية